يا الله كم قبر حفرت؟ كم قبر حفرت؟ كم قبر حفرت؟ تعال احكي وياك. خالف قبر هذا نحو برامهم. الله اكبر الله اكبر. كلها مو شرعي. ثلاث قبور حافور وما لاقوا ابوه. الله اكبر. العب مو موتاكم، بالعباس مو موتاكم، في مدرك، في مدرك، لا شرع لا محمد. سمعوا 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 يا اهل العمايم، سمعوا يا الاحزاب، سمعوا سمعوا. خالد شنو كم قبر حفر مالي على القبور؟ احنا حفرنا اول قبر من الساعه بالخمسة الصبح. خوش حكي. نعم. هذا القبر نعم باسم مجيد حميد من اهل العماره. نعم. وتوفى بالبصره، ما اعطانا اياه وخلونا نجيبه للعماره. نعم. نقلوا لي الجاي. خوش حكي. هذا رقم احنا رقمه وجينا على وجينا على اسمه وما لقيناه، لقيناه مغيرينه. نعم. الجثه مو هو. مو هو. خوش حكي. اي مستقبل حكي غير شيء، طلع مو بونه. حسن يقول هنا تقريبا ثلاث قبور حفر حفر وعساها عساها بختهم وبحظهم وبحظ المرجعيه وبحظ الحكومه وحكومه العباس. شوف الدفن، يعني هذا دفن، هذا انا اسالك بالله هذا الله يقبل هذا دفن؟ يعني ليش هاي؟ ليش هسه احفر يزيد القى هاي تدفون؟ لا والله لو اليهود هيك يدفنون؟ الله لا يوفق. امريكا هيك تدفن؟ اسرائيل هيك تدفن؟ يعني فوق ما ميتين الف لعنه الله على العمايم الفاسده. فوق ما ميتين بكورونا والله ظالمين. الف لعنه الله على العمايم الفاسده. الله لا يوفقكم ان شاء الله. زلمتهم اكلتها بنعال، هذا شوف النعال هسه قطع على راسه دايج هنا بالعباس. زلمتهم بس ما بهم زلمه.